السلام عليكم الاخوان. الفيديو ديال اليوم ديال واحد رونج روفر، واحد القفل ديال واحد رونج روفر فيه مشكل. كيكون المشكل في الحلان ولا في السدان بالتير كومون، لان هذا القفل، هذا الموتور هذا اللي وسط القفل هو اللي كيكوموندي في البيبان كلهم وفي المالا. الا كان المشكل في هذا القفل هذا، راه ما كيتحل لك حتى باب. كتقول راه عندي مشكل في التير كوموند، يا اما الحجره يا اما شي مشكل في التير كوموند. يعني السيد مشى غلط، مشى بدل الحجرة للتيليكوموند وباقي عنده المشكل. وداك الموتور الا كان فيه مشكل، داك الموتور خاصو يطلع شي بارتيات لداخل باش يضغطو على شي بوطونات باش يديكلاريو لينا البيبان والمالا باش تحل. المهم شفت المشكل، حليت القفل، حيت فاي داز عليا داك المشكل، حليت القفل، فرتكتو لقيت عنده مشكل في الموتور ديال سنتراليزي، اللي هو داك الدينامو الصغير. هاد الدينامو هذا الصغير هو كتكون فيه شي كحوليه لانه محروق، هذا مشى ما بقاش فيه الجهد، يا اما كيحل يا اما كيسد صافي وكيوقف. وهذا المشكل بغيت نشاركه معكم باش حتى شي واحد ما يدوز على هذا المشكل. هذا راه مشكل راه بسيط، راه غير الموتور سنتراليزي. حل الموتور، بدلو داك الموتور الصغير سنتراليزي، شونجي، جمع القفل، داكشي غيكون ان شاء الله هو هذاك. اللهم يسير، ما تنساوش ديروا ابوني